السلام عليكم خوتي، الحلقه ديالنا اليوم كنتكلموا على واحد الموضوع مهم عنده طرف ديال مجال ديال التنوم المغناطيسي، وغنهضروا على الفوائد ديالو، الفوائد والعلاجات واي حاجه. بزاف الناس كنلاحظوا حنايا ما كيعرفوش كيشوفوا التنوم المغناطيسي بصفه فقط ديال العروض، ما عارفينش بان التنوم المغناطيسي ان هذا راه فيه علاجات وفيه فوائد وفيه بزاف ديال الحوايج الانسان اللي كيجتالهم لواحد الدرجه كبيره. وهذا الفيديو هذا مهم بزاف، خصكم تستمتعوا له من البدايه حتى النهايه، وخصكم تشاركوه مع لي زامي ديالكم كاملين باش كلشي توصل له هذه الرساله على هذا المجال ديال التنوم المغناطيسي اللي كنعالج به انا شخصيا هنايا في المغرب. فقط في المغرب كنعالج بالتنوم المغناطيسي وكنعطي فوائد كبيره على التنوم المغناطيسي. مهم، كنت قيدت مهم الفوائد والعلاجات، شنو هي الفوائد ديال التنوم المغناطيسي، شنو هما العلاجات كذلك، كنت قيدتهم في هذه المذكره اللي كنت علمت في الفيديو اللي من قبل ديال من هو احمد عندي المفكر الباطني. مهم، العنوان المهم ديال الفيديو مهم، فوائد وعلاجات بالتنوم المغناطيسي. كنت قيدت مهم بزاف مهم ديال الفوائد وبزاف ديال العلاجات اللي غادي نبدا بهم من دابا حاليا. كاين الخوف، بالتنوم المغناطيسي كيمكن نعالجو لا نسميوه حنايا مرض ديال الخوف. الانسان اللي كيكون كيخاف من بزاف الحوايج، كيخاف من المرتفعات، كيخاف من بزاف ديال الاشياء وما كيلقاوش علاج. علاج ديال الخوف ما يتعالجش بالفانيد ولا غيتعالج بالاعشاب ولا شي حاجه، لكن بالتنوم المغناطيسي كيمكن نعالجو المسائل اللي كتعلق بالخوف. اي حاجه انسان كيخاف منها كيدوز في جلسه ديال التنوم المغناطيسي ما كتبقاش فيه ديك العمليه. وكاين كنخليو الفائده ديال الانسان في التنوم المغناطيسي، كيمكن نخليوه انه يولي فرحان لواحد الدرجه كبيره. مثلا الانسان كيكون مثلا معصب، عنده شي مشكل، عنده شي قلق، خصو مثلا على غدا خصو يصبح خدام ولا شي حاجه، ولكن كيحس بواحد الديرونجمون كبير وواحد الطاقه سلبيه، كيدخل في الجلسه ديال التنوم المغناطيسي. من بعد ممكن كنعالج له داك المرض او ديك المشكله باش كيولي المهم فرحان لواحد الدرجه كبيره، واللي هي منها كذلك من السعاده، الانسان كيولي سعيد. من التنوم المغناطيسي كيمكن، من جلسه ديال التنوم المغناطيسي انا حاليا كيمكن نرد الانسان السعيد لواحد الدرجه كبيره اللي تقدر تفوت القانون كاع ديال السعاده. هذه كيمكن لي نديرها في التنوم المغناطيسي. وفي التنوم المغناطيسي يمكن لي نعالج المرض ديال كيتسمى المرض ديال التمتم. الانسان اللي كيتمتم في سميتو كيتمتم في الهضره ديالو، مثلا كنبقاو مثلا كنسمعوا شي واحد كيقول السلام عليكم، كاين الهضره عنده كتقطع بزاف، الهضره عنده كتقطع عادي. المهم هذا كيتم العلاج ديالها بالتنوم المغناطيسي. كما قلنا العلاج كنعالجو المرض ديال التمتم، اي الانسان اللي كيتمتم في الهضره ديالو بزاف ما كيقدرش يوصل واحد الرساله بواحد السرعه، عنده واحد البطء في الكلام ديالو، عنده واحد البطء في الايحاء ديالو، ما عندوش اسراع في الكلام. هذه مهم الحاله ديال التمتم، المهم هذه كندخلوها في ليبنوز وكيتم العلاج ديالها. عندنا كيمكن نعالجو الالم كامل، اي حاجه عندها علاقه بالالم، اي نفسي او لا مادي او لا اي حاجه مش عندها علاقه بالالم الانسان ممكن يتم العلاج ديالها بالتنوم المغناطيسي. المهم انا كنعطي اشاره العامه، الالم كامل اي حاجه عندها علاقه كما كنقولوا حنا بالدارجه الحرير او شي حاجه كيتم العلاج ديالها في التنوم المغناطيسي. مساله واحده، واحد الفائده زوينه كتكون في التنوم المغناطيسي في ليبنوز، هي كنخليو الانسان يعيش الخيال ديالو. اي الانسان بزاف ديال الحوايج ما كيقدرش يوصل لهم، كيدخل في ليبنوز في الجلسات ديالك كيوصل لهم، كيعيش الخيال، وداك الخيال كيكون واقع، خيال واقع. بزاف الانسان كيكون شي مسائل عنده علاقه مثلا بشي حاجه بالخيال، كيكون الانسان باغي يوصل لها وما قادرش يوصل لها. اي بزاف الانسان عنده احلام، مثلا طير في الهواء، يطير في الهواء، مثلا شي واحد يمشي فوق الماء، يشوف شي حاجه ما عمره ما شافها، يشوف شي مغنيه هكذا، حتى في الخيال ديالو ما كيقدرش يوصل لها، وحتى في الحلم ديالو ما كيقدرش يوصل له. لكن هنا في الحاله ديال التنوم المغناطيسي شحال من جلسه كنديروها، كيجي الانسان كيفرض علينا من قبل اي ها شنو بغيت نشوف، ها شنو بغيت نعيش، ها شنو كذا، شنو كذا، شنو كذا، كندخلوا في الجلسه ديال التنوم المغناطيسي صافي كيعيش ديك اللحظه، اي كيعيش الخيال، اي خيال طاح لك في بالك كنخليو لك تعيش كانه حقيقه قدامك. هذه في التنوم المغناطيسي. كاين واحد العلاج المهم ديال سميتو ديال الحمل، الانسان اللي كتكون ما كتقدرش تحمل، كاين داكشي اللي كيكون نفسي، كاين المرأة اللي كتكون ما كتحملش او الراجل كيكون فقط داكشي نفسي، داكشي ما كيوصلش داك الحمل 100%، كيولي مثلا غير الفانيل والعالم العالم وهي ما تلقاش في راسها، حتى كتلقى ديك اللحظه ديال الحمل ما كيوصلهاش الانسان. حنا في جلسه ديال التنوم المغناطيسي كيمكننا نوصلوا الانسان اللي ما كيحملش هو اللي كيحمل، المرأة اللي ما كتولدش واللي كتولد.
كنعالجوا سميتو عرق النساء، هذاك الشيء اللي سميتو اللي كيكون عندهم نقص من الماء الى اخره في الرجلين ولا في الظهر ولا اللي كيتم العلاج ديالو في التنوم المغناطيسي. الفوبيا كامله مهم، الاعصاب، الانسان اللي كيتعصب بزاف دائما العصب دائما مشاعل دائما كن في التنوم المغناطيسي كنحيدو من ذاك الاعصاب كيولي هادئ فرحان ناشط نورمال عادي. تذكر الانسان اللي ما كيتذكرش بزاف ديال الحوايج كينساهم، هذه في جلسه ديال التنوم المغناطيسي كنخليو الانسان انه يتذكر مزيان، واللي في اي حاجه كيقراها ولا شي حاجه كتولي مبرمجه له في العقل اللاواعي ديالو غيب واحد الصوره واضحه وكيبقى حافظها دائما. فقدان الذاكره، الانسان اللي كيكون فقد الذاكره ديالو كيمكن في التنوم المغناطيسي يرجع له الذاكره ديالو بواحد الشكل ديال واحد النسبه ديال 100%. الانسان اللي كيفقد الذاكره شي صدمه اولا شي حاجه، الانسان كيتصدم عقله كيمشي كاع في خطره واحده، هذيك كندخلها في الجلسه ديال التنوم المغناطيسي والامور كتولي مدادة مزيان. الانسان اللي ما كيشوفش مزيان، في جلسه ديال التنوم المغناطيسي كنخليه انه يولي يشوف بواحد الصوره واضحه ويحيد تنظر يحيدها. وفي الجراحه كذلك عاوتاني، الانسان مثلا اللي كيبغي يدير واحد العمليه ولا شي حاجه اي غا في الدار ديالو ولا شي حاجه مهم عنده واحد الجرح ولا شي حاجه اولا خصو يجرح راسو على شي مهم شي عند شي علاقه عندها بالجرح الجراحه، هذيك تدخل في جلسه ديال التنوم المغناطيسي ما كتبقاش تحس بالحريق، اي الحريق ديال الجراحه ما كتحسش به لا من قبل لا من بعد. القوه، الانسان اللي ما عندوش واحد القوه دائما كنقولوا ضعيف في البدن ديالو، في جلسه ديال التنوم المغناطيسي كنزرعوا فيه واحد القوه واحد الانرجي ايجابيه طاقة إيجابية اللي كتخلي تولي عنده واحد القوة كثيرة. وكذلك الفشل، الإنسان اللي دائما كيوحي لراسو أولا كيوحي لواحد الإيحاء سلبي بأن راه هو دائما فاشل، هاد الفكرة هذه كتحيد من العقل اللاواعي في الجلسة ديال التنوم المغناطيسي عندي، وكيولي الإنسان كيولي دائما كيتيق في راسو ما كيبقاش عنده الفشل. مع اصدقائي ديالكم، باش تكونوا معنا، وحاليا نخليكم، السلام عليكم.